السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين خلف الشاشات. برنامجكم الجميل، برنامجكم الضخم، برنامجكم الواقعي الجميل، زد رصيدك 8. نرحب فيكم خلف الشاشات ونحييكم في فقرتنا، فقرة المطبخ. اليوم يوم مميز، يوم جميل، يوم فيه غيوم. إن شاء الله نقول بإذن الله تعالى راح تكون أمطار خير وبركة على رياضنا الجميل وعلى عاصمتنا الحبيبة. رحب وترحبوا معنا كالعادة. أنا والله ما ودي أرحب فيه لأنه 3 أيام في القرية، عيلة يطلع ما أدري يغسل ملابسه، يأخذ له دش مع المسلمين ولا هو المهم. والمشكلة ما له غرفة هنا ولا شيء، يمكن أزعج الشباب، أزعج المتسابقين، كل شيء طامر اللي في الهواء، السلام عليكم، ما يسولف أكثر، سوليف أكثر ممن يؤدي في الفقرة. لا إله إلا زيادة عليها. أمس من قبل أمس غلق القهوة على الشباب، كل ما لقي كوب طارف شربه ومشى، كل ما لقي صاج سوى فيه دوار سعادة ويلا وخاس الدنيا. فالله يعين، والله والله أنا مصيبة. أنا وجهة نظري إنه ما عاد يدخلونا من الباب إلا في فقرة الرئيسية، يجي بصم في عند الباب ويدخل الله عليه يقدم فقرته، إذا غلق الله يعينهم قد يسحبون فيه لين طلعونه من القرية. ما المصيبة، واضح إنه تعود ويحب الهواء، يحب يتمشى في الهواء، لك الله يعين عليه. المهم رحب في الشيف الجميل، الشيف العالمي، الشيف المميز، حبيبنا ابو عناد. اهلا وسهلا ابو عناد. هلا بك حبيبي، هلا. وحشتني ابو عناد. ما ادري كني والله وحشتني. كنا ادني صفرت قبل لا اوصل. ها؟ كنا ادني صفرت. صفرت كيف يعني؟ ما ادري، كنا في احد قاعد يمدح فيني. هلا بك. هلا مرحبا. الحمد لله على السلامة. ليش الحمد لله على السلامة؟ انت نايم هني بالاستراحة وامس دب الذبايح وما حد قال لك شيء. ولا ضاقت عينك على دوار السعاده اللي سويته امس هني. بعدين انا جاي امس بشغل، ماني جاي فاضي. وبعدين انا كسبت اجر في الشباب كلهم وكلوا من دوار السعاده واستانسوا. انت شنو استفدنا منك؟ انت حب التمر ما تجيب معك، كلها تمر البقاله تجيب لك صاموليه بريالين وتجيب لك معك حبتين. وش المشروب ذاك؟ حبيبات. وتجيني مشوت وتجي توزعها على 1-2 من عيال. أنا أمس الفريق كامل مع الورا الكاميرات مع الدنيا والعالمين كلهم أكلوا من دوار السعادة. وغير كذا فرقنا وصرة ما قصرت معنا بعد، وأمورنا زي الحلاوة. أنت شو اللي مضايقك؟ والحين أنا بفهم، أنتم اثنينكم صايروا معكم السالفة هذه. أبو عنادي بصم قبل أبو عنادي بصم. يا أخي أنا مجتهد في عملي، إيش تبون؟ إيش مشكلتكم؟ عندكم مشكلة يعني؟ هل أنتم تشوفون جاكم أحد من الشباب وقال لكم أبو عناد مسبب مشكلة يعني في موضوع التواجد يعني؟ حاجة. إذا في مشكلة عندك في البيت، ايه؟ عرفت؟ أيوة. ولا قدرت تفضض تجي. أيوة. تفضض لا ولا أفكني منك. لا الحمد لله. هذا لا. الحمد لله. يقول واحد إذا بدأ يبربر زيادة ويقعد يقرقر زيادة اعرف إنه مكبوت في البيت مو يسوي. لا لا انا ماني مكبوت في البيت، انا صار لي 3 أيام هني مكبوت هني انا. اها ايوه. وامس ليش ما تعزموني على المفطح اللي قاعدين عليه عليكم تاكلون هني وعافيه؟ الله يعافيك. ها؟ معزومين يا اخي. يا اخي والله عزيزة. العظيم انكم انتم يا اخي معزومين. مالكم خاتمه؟ معزومين يا اخي. مالكم هو يبغى يسولف. طيب تفضل. لا اله الا الله. شوف 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 يعني جاهز 3 أيام وقاعد يسولف قاعد. شوف هذه، شوف هذه بالله فونا. ما اسمع، شفت هذه؟ مره طشت. شفت هذه؟ ماذا هيتي؟ كبده وكلاوي وقلب حلو. أيوه. صدقني ما تذوق منها قطعه. الله قطعه ما تذوق منها. الله يا الروح. الله يا ابو روح. ابو عناد صدقني. بالله لا الله. صدقني لا محمد رسول الله. سكر الثلاجه، سكر الثلاجه. خلني علي 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 اقول تعال يا رجل. ما في ما عليك. لا لا اموري تمام. تعال اترك انا اوريكم. خلني انا اعلمكم شلون. قول انا شلون. بعدين ايش بك ما تتعود من الشيطان خويك؟ انتم ذابحين ذبيحه حلو. ليه ما دقيتوا علي اجي اطبخها يعني؟ لازم تروحون تسوون. انا اعرف اسوي مفطح. طيب ما عندي شيء. لا والله امس كنت مشغول معلش. اي والله امس. انت لك 4 أيام انا متكي. لا امس كان عندي دوار السعاده صح. إيه خلاص اجل عذرت. اي لا لا انت متكي هنا 3 أيام. انا شايف انا في البث وشايف ما شاء الله تبارك الله حتى المايك حاطه في جيبك عشان ترجع اي وقت تبغى. لا 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 ما يمر، ما تمر الكنترول، حاطه في جيبك. لا لا هم قاموا وشو يغيرون السلك، ما عاد يغيرون الجهاز. يقولون عشان وشو ابو عناد مايك 15 16 17. لا لا انا اللي سمعت ابو عناد حطوه رقم 1 عشان اللي سمعت انك حتى الشباب قاعد تسرق منهم بطاريات عشان ما تروح الاداره ياخذون منك المايك. اي
لأن سيد مرات وشو يقول جيب المايك يا أبو عناد، أنا أقول له شوي بس شوي أبو عناد أنت إيش بك بلع مسجل؟ لا بس قاعد أشرح لك ما صورت قريب. أنا إنسان تفصيلي، عندك مشاكل؟ أنا إنسان تفصيلي. عندك مشاكل فضفض يا حبيبي. لا ما عندي مشاكل، حتى يجون الشباب. لا لا ما عندي أي مشاكل، أنا مستأنس أصلا. شوف حتى اليوم جايب لك كنعد. ما والله كنعد الله الكبده. لا لا ما صدقني، تعال صدقني. طايحين بنفطح أمس أنت وسعد. دخل نفطح وأنت وسعد هذاك اللي يتنقل باللحمة رايح جاي. مسكين يا أخي جسمه زي سفنجة مربع. والله مربع يمشي أي شاب. لا وتو مسوي، شوف اللي يسوي عملية اللي احنا خابرينها مرارة وكذا ما يقرب على الدهون، هو متصلك بنص العيشة يعني عندنا ما المفروض ما يدخل هذا المعمع اللي كان معكم فيه أمس، بس هو شكله يحسدني على اللقمة، لقمة سعيدة يحسدني عليها، وهني في البث ثلاثة طليان ذابحها ومقلقلها مع، أنا أول مرة أشوف أحد يقلق اللحم أيوة مع دجاج مع خضار مع الفوف، وبعد ما نخلصها عرفت نفرشها كذا، نجيب الحلوم بعد الحلوم نفرشها، ننزل الكبدة، بعد ما ننزل الكبدة ننزل بالوايت صوص صبة سريعة. لا اللي قاعد يصير تمام، وعملية اللي قاعد يصير أقسم بالله اللي قاعد يصير غلط، ولا تسكت يا ولد. عملية فوران، لا إله إلا الله، لذيذة محمد رسول الله. شايفين البث قعدت خمس ساعات في البث، زيادة عليها تجي تشرح لي طبخة مرة ثانية؟ ما أنا آسف. انت ما شفت القدر الجديد؟ انا شايف كل شيء، حاطين قدر أنا جديد. لا 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 انا ما بسمع. تفكه، اسمع، تفك القدر وتقلبه كذا، والله العظيم يا انهم بدعوا بالقدر هذا. قبل كنا نبلش نمسك الطاوله في الحديد ونقلب، لا لا الحين سووا يدتين تشيلها وتقلبها كذا. ما حد بلش الا انت قلبتها، لا والله انها اسود. عادي مو مشكلة. اسمع هو ما حد قالك تغلط ذاك اليوم، مو اغلط، في احد فاتح التنسيم احرق الطبخه. المفروض انها تنكتم عشان كذا يظل فيها ترطيب، يعني هو احرقها. يعني من كلامك هذا يا ابو عناد، يعني الواحد يعني اذا جاء على شو اسمه القدر الكهربائي لا يجي بعده واحد ينخشه وينخس لا ويخرب، صح؟ الضغط عندنا للقدر الكهربائي المفروض انه يظل ثابت من اول ما يفور الرز. حلو، يعطيك العافيه. اقفل شكرا. بعد ما اقفل بعد ليش ما تاخذ معلومه كامله. تستنى اول ما تشوف فار تسكر عليه، لما تسكر عليه تستنى. اقسم بالله فاكل فلفل والله. لا خلاص لا تاكل فلفل. طيب الفريق الاول، اللي معنا اليوم الفريق الاول محمد الدوسري ويوسف المزروعي. الفريق الثاني الحين وربع عمر السيد ومحمد السريعي. عمر السيد ومحمد السريعي. اروح اشوفهم ولا اشرح وانت تروح تشوفهم؟ لا 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 انا عندي شرح جاهز ترى، عندي شرح العمليات. انت صرتمون عليهم، عرفت؟ ايه؟ انت صرتمون عليهم زي كذا وتحبهم وكذا. طيب كذا انت ما تسولف، صرت تاخذ دش، معهم هنا وتنبسط وتاخذ من ملابسهم. روحوا عادي، يلا انا رايح اقعد. ومجد الله يحفظ هذا الوجه. يلا ماشي. يا اله الا الله، والله مسكين يا أخي، عنده مشاكل. شفت قالك الواحد إنه قاعد فترة بعدين سولف يعرف إن عنده مشاكل. يعني ثلاث أيام في القرية يأكل وجيهم. قبل شيء شباب، قبل شيء أتفرج البث، عيل أسكت. نبغى نطلع فاصل، عيل أسكت. هذا ما تقدر تطلع فاصل معه. أنا بيع عيوني. أنت اللي شفت ذاك اليوم، أنت حاضر اليوم. المزروعي ومحمد الدوسري وعمر السيد ومحمد السريعي. حلو انه يعني يوم عن يوم حلو، احنا قربنا نخلص من فقره المطبخ وحنا على ابواب رمضان، وكل عام وانتم بألف خير. والله يجعلنا باذن الله تعالى من البالغين في هذا الشهر، والله يبلغنا وياكم هذا الشهر. كويس ما عاد في فقره مطبخ، لاني انا لو استمرت فقره المطبخ لمده اربع ايام قدام انا كذا بصير لي مشاكل، بصير ابو عناد، ابى اجي هنا واقعد اكل وجيهكم في المايك وانجن عليكم. عشان كذا يعني حلو انه على نهايه بس اليومين هذه نمشيها، نحاول نمشيها ان شاء الله انه ما يجون بعد، ان شاء الله ما يجون، عشان يعني نروح نرقد. تروحون انتم بعد ترقدون، لانها شو اسمه الى الان ربع ساعه والامور ان شاء الله بخير. لكن معكم الذيب صالح، والله صالح.
أخذ الخيزران حقته ودخل عليهم إن شاء الله يجلدهم يجن عليهم جوا يجون كلهم. كيفك حمادة؟ نور الدنيا والله. نورك بديت خشم. الله يسعدك يا حبيبي. الله يسلمك. كيف القرية معكم؟ كيف الأمور؟ على كيف كيفك ما شاء الله. أهم شيء مبسوط أنت يا قلبي؟ جدا. الطبخ اليوم هذه سوشي ها؟ من غير عمر؟ محمد الدوسري. محمد الدوسري وعمر ويوسف ومحمد سريعي. محمد سريعي. سوشي. تدري أن السوشي قدمني سوشي. هذا سوشي؟ شكله سوشي. واللي نص استوى شنو النص استوى سوشي شو اسمه؟ مو سوشي كذا مو سوشي مو سوشي متوسط الاستواء. الحين في سوشي بالخضار وسوشي باللحم وفي المطبوخ كله. انت من عشاق السوشي؟ لا انا اعرف بس معلومات. حلو شو سوشي؟ احنا نبغى ناخذ منكم معلومات. انت ما نبغى نبيع عاد. لا دقيقه بس وصل النقطه. هو قاصد شغله يوم المشاني. لا انا من اليوم قبل لا تجي. لا هو قاصد. لا تنغز انا غزك عشان انا عارف اسكتك. اصبر شوي. لا تسكت. هي موضوع مو دقمه انا بوصل للنقطه بس كامله بس عشان تطلع بالمقطع حلو. الله يرحم والديك. محمد اسالك سؤال. انا سالتك ولا سالته؟ هو عباله ان كل شيء مقصود عليه. أيوة. انا قاعد اسولف والله. والله سالتك محمد واخذتك على جنب. صح ولا لا؟ سؤال واحد. هلا بتسوي لك قهوه؟ جبت اللي قلت لك؟ ايه. وين؟ داخل. بالله جيب فونوا بالله صوت الوعنات. دقيقه خلاص شوف بتسوي لك قهوه؟ لا دقيقه والله ما جاب شيء. والله الذي لا له ان يطقطق. انت ايش تبي؟ كيف شبي؟ شو الضحكه الوسخه دي؟ انت ايش تبي؟ هذا ضارب ذبيحه وجاينا اليوم ينقنق علينا. عرفت شلون؟ جل في العافيه يا ابو حامد. حاسدني على ذبيحه قبل يومين. يومين؟ امس ما كنت ادور سعد. ليش ما شكرا ما حسدتهم ولا شيء. قلت الله يجعل مع العافيه. يا اخي مفطح انا شفت. لما ياكل هذا احس طعمه غير حلو. بس الحين في كبده وبلاوي جوا داخل هذا تصدق ما يشمها. كبدة اللي داخله هذا امس جيت اسوي ما عرفته والله. ليتك دق علي والله. اكيد دق. كان دقيت على ابو عناد نايم معكم جوه الغرفه. لا والله الساعه 3 الفجر ما حد. الساعه 3 الفجر مسوي كبدة. يا اخي هذا قاعد يحسس الناس اني انا نايم هنا. والله ما انام الا ببيتي. اذكر الله. انت شايف هو لا ثلاث ايام مشكلة. احنا كلنا ننام. لا في مشكلة. إيه 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 شكرا مشكلة. دقيقة لحظة شوي. إذا في مشكلة تكلم ابو عناد. بنصعد الموضوع حبة. هنصعد الموضوع. تعال تكلم. ايوه تكلم. وين اداه تنشف؟ وش ما نمت هنا. طيب اذا نمت هنا في سنقاص. انا شفت في سنقاص. شو المشكله؟ انا انام هنا. انت صار لك اربع ايام تنام هنا ما حد قال شيء. انا انام هنا وتنام بس راحت العيال. عادي اي عادي ما قلت. بس انا ما نمت هنا بناء لانه انا غير صادق اللي قاله. انا نمت هذه القريه اكثر من 100 يوم. اي كويس. بس انا كلامي واضح. كلامك انت واضح. انت لك ثلاث ايام. عادي نمت هنا. نمت في فندق. نمت مش المشكله. هل الامر هذا مضايق؟ انا مضايق لوجودك بس. وجودي؟ ايه متأكد؟ الله العظيم امشي واقعد. شوف اروح اقعد جنب مخرجنا واقعد بشوفك شلون تقدم. انا قلت هذاك اليوم مصمم عليه. هذاك اليوم انت قاعد تقول وجود ابو عناد مثل عدمه وطلعت على الشاشه وقلت وايضا انت يا مقدم وجودك مثل عدمه. ابو عناد سؤال شنو يعني سوشي بالياباني؟ اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد ان بقي ثلاث ايام على رمضان وانفك من هذا الوجه. اللهم لك الحمد. قاعدين يا فطور يا سحور. انت مستلبد له. فطور ولا سحور؟ قاعدين برنامجنا مكمل ابوي. مكملين. نفطرهم ويصقع الفرن بعد شيء يقول انتوا اللي خربوا. ينجر على راسه. لا خلاص ترى ايطالي ضد الكسر مو دي جي. اقسم بالله ما كان يتمادى كذا في القريه حقتكم. الطموح خلوه ثلاث ايام. ادري ليش معطينا وجه يا عيال. امون ولا مامون؟ يطول لي بعمركم. ثلاث ايام راقد. يقول انا انام بالقريه. لا انا ما قلت في شكل هذا. انا سمعت فيها. انا سمعت فيها ثلاث ايام. بينك وبينه هذا دي السوق. شوف وقبل شوي فاطرين انا طايح ابراهيم يعني تحت ضغط يسولف. بالعكس اللي داخل ابراهيم بايعها قاطعها مع الكل. وش ايش تبي؟ انا بقهوه وما صدقني ما ذوقتها قبلي. انت في المطبخ صح؟ طالبي قهوه. عقدني ابو عناد طالبني قبل. عقدني والله العظيم لك قهوه بس طالبني قبل. ما بجيك. ايش بك سب خلاص الحين حدا ما الشباب ما جاء وصارت 20 دقيقه. لو ابو عناد مو موجود عندك كوب؟
إيه؟ وين كرتونتك؟ كرتونتك حقت الزعلة وين هي؟ مو جايبها. عندي كوب. عندك كوب حلو. أقول لك كرتونتك حقت الزعلة وين هي؟ ما جبتها. خلاص زعلنا فترات خلاص راحت. آه يعني الحين تعود. إيه حسبنا كل شيء بس الزعلة زعل. ما والله. دنيا دنيا سهلة. الشيف قاعد يأكل هناك. يا أخي. يا أخي ما شاء الله فون صوته. مرة مزعج. أي خلاص. مرة مزعج. عطني مايكك شوية عشان راح يفيدون صوتي فأظل معك أنا. هو الرجال هذا. يظل دائما على هذا الرتم. يسوي حالة زي. مايك طافي. هذا حامد. أبو حامد. ليه؟ استخدم كوب من الأكواب الموجودة. أي شيء يا مدير. 100 ريال. ها؟ كفو.